تفضل. كلنا منيح؟ شوفي شوفي وجهك مش ظابط، شوفي دغري واعرف شو بكي. شو بكي بكي شو؟ زمر الزمور زمر الزمور دلو اوكي. انتم منيح؟ تمام. خبرونا كيف باليوميات الاسبوع والاسبوعين بتفرق معنا؟ لما يمرق سنه تنسوا تماما الوقت، يعني مثل واحد، في كتير ناس بيقولوا شفنا الموت مثلا، واحد بيعمل حادث، هو عم يعمل حادث بالسياره اذا خلص بعدين بخبرنا، وانا صايره معي انه مش شاف الموت، شاف حياته شريط ثواني. الحياة ثواني بتصير، ما بعود مهم إذا بقيتوا 10 أسابيع أو أنت فليتي قبله أو هو فل قبلك، مهم هالقعدة هالمشوار اللي جيتوه شو رح يعلمكن وشو رح يترك وشو رح يترك فيكن أثر لبعدين أو نجاح أو وصول أو كل هيدا مهم. يعني أنا مبسوطة فيكن، أنتو مجموعة كل واحد فيكن عنده شيء. هتا نحكي بالإيفال. طيب الإيفال هالمرة بدي إياكم كوبليت. كوبل شاب بنت شاب بنت كابل. هلأ منبحث قصة الشباب والبنات، بس تنحكي شو بدي منكم. ليكو غريبة بس فهموني، لأنه شايفتكم مخوخكم حلوة ولذيذين وبتفهموا. خلينا نعمل شيء منفتح بركة شعراتك بينزلوا شوي. ليكو كل واحد فيكم هلا، نحن معودين انه الكوبل هو ثنائي، يعني هليك ومس تهلك لا مش بالضروره نروح نجيب كوبل يعني ناس عاملين غنيه ديو، لا تعالوا لنحن نعمل ديو نستمده من هالبعد عن بعضكم، يعني انتم كل حدا من بلد وكل حدا من ثقافه. فرجوني اذا بتقدروا انتم تعملوا ديو تخلطوا أغاني ببعضها إلى معنى بتكفي بعضها. يعني مثلاً ثقافة بعض نخلطها بغنية مثلاً واحدة. يعني افترضوا إنه دينا يلي وجهها هلأ مطلع فيه هيك تقسني. افترضوا إنه دينا مثلاً بتحب غنية لولا الملامة، فيك أنت تنقي مثلاً، عم كله افتراض هلأ، مروان بتنقي مروان انه انت كوبل انا وياه اول شيء، بتقولي له انا حابه غني لولا الملامه، هو بيقول لك والله انا حابه بغني لا وديع الصافي. تقولي له طيب انا بدي ورده، انا بدي وديع مثلا، هيك نلاقي غنيه لورده غنيه لوديع يلبقوا بكفوا بعضهم بيتناجوا مع بعضهم معنى مضمون ولغ ولحن. فهمتوا علي شو؟ عملوا هيك كابل كل واحد من بلده بس يبين انه انتم منسجمين مع بعضكم. عرفتوا؟ حلو ما حلو؟ حلو الايفال. حلو قوي. لو شاب لوحده يعمل اغنيتين ولا ممكن اغنيتين؟ لا هلا اذا بقي شاب لحاله ليكو عندكم عده اوبسيونات، بتقدر البنت ترجع تفوت مره ثانيه. في بنت تفوت مرتين مع الشابين، انا كثير متساهله لانه هذا الحركوش اللي بيخلق فتنه بين البشر عم يقول انه انا خلق فتنه. انا بفرجيك يا رب. بتاخذ بعين الاعتبار يعني اذا فت بنت مره ثانيه بتاخذ بعين الاعتبار كيف غنى مره ثانيه؟ لا انا ما رح حاكمها، انا بحاكمها اول مره. اوكي. انا بحاكمها لانه ليه؟ لانه ما بكون عادله، انا اذا بدي اعطيها فرصتين ما بكون عادله مع غيرها. صح. ثاني شيء بيقدر يعمل هو حاله ديو الشخص. بغني هيك بغني هيك بغني هيك، انا مطرح كون بعملها بس انا مجنونه، انتم مش مجانين. بفتكر هول هن الاحتمالات ما في غيرهم. اوكي. باي باي. رح يكون ايفال حلو ان شاء الله. مش رح تتفاجئ يعني نحن موهوبين من فتره. طبعا موهوبين طبعا. كل تواضع تنزلت بالاغاني تاع شيء.